في هذا اليوم العظيم الذي أروع ما تكون فيه الأيام سمواً وإخلاصاً أن نلتقي بمحامي ومحاميات قطاع البترول العظيم. هذا القطاع كما قال الدكتور هشام لطفي قطاع منظم، قطاع واعي، يوجد به محامين من الطراز الأول، تعلموا وتعلموا ويعلموا، وكم تتلمذنا على أيادي أساتذتنا الكبار ونقلنا ذلك إلى أبنائنا وأخواتنا وأخواتنا، وما زلنا نتعلم، ومن ظن أنه عالم فقد جهل، تلك القاعدة التي تقول ذلك. فأنا شخصياً أعشق محامي قطاع البترول حتى النخاع، وأنا بيني وأنا افتح محضر واثبت حالة قطاع البترول كلهم رجالة. هشام لطفي يدعو لينا، والمايسترو امين القبائل ايمن حجازي يجمعنا ويتولي. قل للنقيب هشام لطفي انت في قلبينا. تربطني بكم علاقات كبيرة وعلاقات منذ الأزل، وحقيقة أنا لا أجد نفسي إلا أمامكم وبينكم، وأقسم بالله العظيم لولا أنتم ما كنت هنا في هذا المكان في نقابة المحامين. إخواتي الأعزاء، لو تحدثت حتى الصباح ما أوفيتكم حقكم، كنتم في كل الانتخابات الفائتة رجالاً تحمون عرين النقابة، وقد ظهر ذلك في الجمعية العمومية يوم 25/11 عندما رأوكم المعارضين الذين يعدوا على أصابع اليد الواحدة، قال له اسكت يا ابني يلا نمشي البترول وصل. فها هم رجال قطاع البترول الذين نحبهم ونقدرهم، حقيقة لكم في القلب الكثير، وحقيقة منكم من زاملني في أثناء عملي، ومنكم اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً وبالسادة مديرين العموم ونواب رئيس الهيئة ونواب رؤساء القابضات ومدير عام الشؤون القانونية في شركات القطاع العام وشركات الاستثمار وكل الشركات في قطاع البترول، كل باسمه خوفاً من الغلط والنسيان، لأنكم كلكم في القلب. تحية تقدير وإعزاز، واسمحوا لي أن أحيي ابناً من أبنائي وأخاً عزيزاً غالياً الأستاذ أيمن حجازي نائب رئيس الشركة القابضة للشؤون القانونية. إخوتي الأعزاء، في هذا الجمع الكريم تحدث الدكتور هشام وتحدث الأستاذ علي الصغير، ونحن سوف يتحدث إلينا إن شاء الله بعد ذلك القائد والمعلم الذي نعشقه جميعاً. وأقول لك يا معالي النقيب، سر على بركة الله، قطاع البترول من خلفك ومن أمامك يؤيدك ويناصرك ويشد من أزرك، ولا تنظر إلى الخلف دائماً، وأنا أعلم أنك تنظر إلى الأمام. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، توكل على الله، هو الذي ينصرك وينصرنا جميعا الحضور في القاعة وأعضاء مجلس النقابة العامة. إخوتي الأعزاء، هذا القانون الذي تحدثنا فيه منذ تعديل الدستور، ومعالي النقيب كان رئيسا للجنة الفرعية للإصلاح التشريعي،
عرض عليه هذا القانون وانتهى إلى رفعه إلى اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور محلب، وفعلا حدث خلافات بين هيئة قضايا الدولة والتفتيش الفني لمراجعة المواد مرة أخرى، وعاد للجنة وتم مراجعته، وفي حضوري أنا شخصيا النقيب استطاع أن يراجعه مرة أخرى ويرفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي، ثم أرسل إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم هذا القانون في هذا التاريخ. وتبنى معالي النقيب فكرة تعديل المواد المطروحة على حضراتكم، وهي مواد كلها في صالح المحامين، تتضمن الهياكل التنظيمية وبدل التفرق وبدل الانتقال وحصانة المحامي، تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تم التصويت عليها واستطاع النقيب أن يأخذها من بين أنياب الأسد بفارق صوت واحد، قاتل من أجل هذه المادة التي تقرر أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بكافة الحصانات الواردة في جميع القوانين بما في ذلك محامي الإدارات القانونية. فهنيئا لكم بالدستور، وهنيئا لنا إن شاء الله بعد أن يصدر هذا القانون، وهنيئا لنا أن يصل سن الحالة إلى التقاعد إلى 70 عاماً.